السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب دايماً تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايماً. لو لسه ما اشتركتش معاه في القناة يا ريت تنزل دلوقتي بسرعة تشترك معاه في القناة وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو ده، عايز يوصل لأكتر من 100 لايك عشان يوصل لكل طلاب الثانوية العامة، لأن دي القرارات المهمة جداً وخطة الوزارة عشان امتحانات الثانوية العامة 2020. طبعاً في البداية كده حابة أقول لكم إن خلاص ما عادش في تأجيل وقضي الأمر في ذلك، وهيبدأ إن شاء الله امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو. تم مد الفترة أسبوعين، يعني المفروض كانت هتبدأ 7 يونيو هيبدأ يوم 21 يونيو. طب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الجداول إن شاء الله جدول الامتحانات هينزل في خلال 48 ساعة من الوزارة. طيب الامتحان هيبدأ إمتى؟ هيبدأ من الساعة 10 صباحا وليس من الساعة 8، ولكن من الساعة 8 هتبدأ إن أنت تروح مكان لجنتك عشان يتم الكشف عليك واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس، وكمان هيكون في كواشف حرارة عشان يكشفوا على الطلاب قبل دخول اللجنة مع ارتداء القفازات والكمامات، سواء في الطلاب أو المراقبين أو أفراد الأمن الذين يقومون بتعقيمكم وكافة التدابير اللازمة يعني. تمام، بعد كده هيتم زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة. دي كافة الإجراءات اللي قالها وزارة التربية والتعليم إن شاء الله لامتحانات الثانوية العامة لعام 2020. كمان قال حاجة مهمة جدا، اللي مش عاوز يخش الامتحانات السنة دي ممكن يستنى ليه السنة الجاية وهياخد درجاته كاملة. كمان قال إن في منطقة لو فيها حجر صحي الطالب ممكن ما يقدرش يخش الامتحان هذا العام. دي كلها تفاصيل إن شاء الله هيتم الكشف عنها وتفاصيلها قريبا إن شاء الله. كنت معاكم يحيى داود، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.